هذا اليوم نعد العدة، والوجهة مدينة أضرار جوهرة الصحراء. فحسب معلومات متوفرة لدى عناصر الجمارك، وجود تحركات مشبوهة وشكوك حول التحضير لعملية تهريب المخدرات القادمة من المغرب عبر جنوبنا الكبير. يتم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، وهذا من أجل الحفاظ على الوطن واقتصاده. نقطع مسافات طويلة إلى غاية الوصول للنقطة المقصودة. قبل كل عملية يتم تحضير العناصر نفسيا وجسديا وتقنيا، لأن النظر شيء والواقع شيء آخر. بعد غروب الشمس يستعد الجميع بمن فيهم نحن للوقوف مباشرة على إحدى ملاحم الجمارك التي يقوم بها العناصر في كبح جماح المهربين. يأخذ هؤلاء مسالك ترابية ورملية حتى لا ينكشف أمرهم، لكن خبرتهم ومقارعتهم للمناخ الصعب والرمال أكسبهم حنكة في مجاراة هذه الأحداث بكل سلاسة رغم صعوبتها. نصل إلى المكان المعين والمتفق عليه سابق، لأنه نطاق عبور المهربين حسب المعلومات المتوفرة. بعد مدة من الزمن ينتبه بعض الأعوان المشرفين على المراقبة لضوء قادم من بعيد. ينطلقون نحوه بسرعة، ما هي إلا لحظات حتى يتم تطويق الشاحنة والنزول لتفتيشها، لكن ليست الصيد المنتظر. يتم تغيير الخطة من جديد رغم طول الانتظار، إلا أن العمل يحتاج إلى صبر كبير للقبض على الفريسة. ضوء آخر يشع من بعيد، وعلى أقصى تقدير وأغلب الظن هو الهدف. كالعادة يتم الانطلاق وتطويق مصدر الضوء ليتبين بأنه الهدف المقصود، تتم مطاردته. بعد مدة من الزمن يتم إلقاء القابض على المهرب وحجز مركبته. على إثر المعلومات مفادها وجود حركة مشبوهة لبعض السيارات من الجهة الغربية لمدينة أضرار، وبهذا تم تشكيل دورية لمصالحنا بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، أين تم التنقل إلى عين المكان لنصب كمين محكم، أين بعد المطاردة تم توقيف سيارة رباعية الدفع محملة بمخدرات تتمثل في 26.5 كيلوغرام، وتوقيف المتهمين ومصادرة البضاعة ووسيلة النقل، وتقديم المتهمين للجهات القضائية للمتابعة. رغم خطورة هذه المهمات، إلا أن أعوان الجمارك رفقة قادتهم مصممون على بذل كل ما في وسعهم لحماية البلاد والعباد.